يوه كيفنا طالع يا دكتور وشايف وضعها كيف؟ يا خالتي موضوع الحرق بده رحلة علاج طويلة وكل الإسعافات ممكن نعمل لها اياهم هون بالمشفى عملناها، يعني ما بقي غير موضوع متابعة الحرق، يعني المفروض نغير ضماده بشكل يومي وندهم مطهرات ومراهم، يعني هي أكيد شغلة من اختصاص دكتور الجلدية رح يتابع الحالة معك. طيب بس بدي أسألك، هاي الحروق رح تضل مبينة عليها؟ لا كلهم اكيد ممكن يتحسن مع عمليات تجميل، بس اهم شيء بالوقت الحالي انه نفكر كيف البنت تطيب وتتعافى، بعدين نفكر بالتجميل، يعني هذا الحكي مو قبل 6-7 شهور. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خالي، أنا بدي أقول لك شيء بعيد عن الحالة الطبية، يعني أنا ما بعرف شو هو السبب اللي خلى بنتك تحرق حالها، ولا بعرف إذا كلام اللي قلته بضبط الشرطة مزبوط أو لا، الحقيقة ما بيهمني، بس أهم شيء بالنسبة للبنت إنه تبعديها عن أبوها، لأنه صراحة كلنا بنغلط، وخلينا نترك الحساب لأصحابه وما نقيم حد بالدنيا. زكاتك نقدر نخليها بس شي كم يوم كمان، يعني هيك بس لبين ما يهدى ابوها ولا إله. للاسف صعب، قوانين المشفى ما بتسمح، اصلا مو هي الطريقه الصحيحه لحل المشكله، صدقيني يا مدام مشكلتكم بدها حل جذري، وصدقيني الحل مو هون.